السلام عليكم. اسم خويا؟ خويا اسم ديالي مصطفى. سي مصطفى، انت عندك نفس المشكل؟ نفس المشكل مع حالي بحال اختي. كنجيو هضرنا معاه، عينا ما نهضروا معاه، قلنا لي حشومه وهاداك الشيء اللي كدير، وديتي لنا رزقنا وديتي كل شيء رزقه، وعلاش انت غادي تعيش وحنا ما كنفتش حاجه؟ صبروا، انا غندير معاكم حل، انا ضروري غندير معاكم الحل، غادي ندير. صبرنا 16 عام وحنا كنصبروا، كنقولوا ريح نصبروا شهر شهرين، كنبقاو تلقينا راسنا حنا 16 عام وحنا كنصبروا. فاش توقعنا جينا عنده قلنا له خونا راه بزاف هذا الشيء اللي داير معانا. انتيا مصطفى فاش خدام؟ انا ما خدامش، قالس انا ما خدام، عندي جبنيات، انا كاري غير بيتي، انا بحالي بحال غير كاري. كنجي عنده كنقول لي شوف راه عندي بناتي كيقراو، هادي كيقول لي شوف انا ما عندي ما ندير لك، صبر صبر صبر. بقينا كنصبر. انا مجوج، عندي وليدات وعارف. راه عارف، راه باينه شويه. كيقول لينا الممتلكات هادي كلكم خلصتكم فيها. انا فاش وصلنا معاه وبقيت كنجي عنده وكندير، قال لي شوف هاد الممتلكات خلصتكم، نتوما اللي بعثوا لي هادشي واش شريتي؟ الا باعي لي شي حاجه؟ قلنا لي حنا الا باعي لك شي حاجه ورينا فين كتبنا، شنو المحافظه، فين قيلي زينا شي حاجه. هو ما عمرنا حنايا ما غادي نقدو عليه من غير الله. واخا واحد السؤال، ملي توفى الوالد ديالكم ما درتوش هيك عدد الموتى؟ درنا عدد الموتى والوراثه، حتى حاجه. شوف عندنا الدوسي ديال عدد الموتى، الوراثه، التعرض في دار محافظه، كل شيء عندنا. ديرني التعرض وشويه كنت فاجئ فاش مشينا للمحكمه، فاش مشينا نشوفوا داكشي ديالنا، التعرض اللي درنا عليه محامي وداكشي، لقينا دوز الملك في سميتو. ما عرفنا علاش كيفاش يدوز الممتلكات في سميتو. حنا علاش بغينا؟ حنا بغينا نعرفوا كاين شي حاجه. راه باينه كيفاش يدوز الملك في سميتو والاب ديالكم توفى؟ ما فهمناش حتى حنا، ما فاهمين. تنازلتوا ليه ما كتبتوش؟ علاش غنتنازلوا؟ ما عمرنا ما تنازلنا، ديما واهر بين علينا، ديما نمشيو عنده. هادي اش وقع؟ سير بحالك، دير انا غندير معاك مزيان. شويه ولينا كيقول لنا هاد الممتلكات خلاصكم فيها انايا. دياولي. وفاش جيت عندك اليوم الصباح جمعت في دارات، اش دار؟ طلق عليا الخدامه ويهزني بنص. قلت ليه شوف انا راه جاي عندك هنايا، انا ما باغي ناديك، ما باغي نضربك، ما غنوصلوا معاك حتى شي حاجه، غنعيطوا على الصحافه غادي نجيو. قال لي شنو هو الصحافه؟ ويشنقني ويهزني بنص، قال لي غيجيو الصحافه وغادي تجي نتايا كلشي غنحرقوا. قال لي انا راه ما غتقدوش عليا. هز التليفون بدا كيعيط في الجندارم. جاو الجندارم، فاش وصلوا وحده الجندارم قال لهم هادو راه مهجمين عليا، الامور ما كيسكنوا هنا، هادشي راه ما ديالهم ما والو، هادو جايين مهجمين عليا، هزوا ديهم. هزونا داونا الجندارم، الجندارم فاش عاودنا لهم اش كاين، قال لكم السيد هادشي اللي كتقولوا راه ما يمكنش، سيروا ديروا سيرتيفيكا. جا هزني بالنص، قال لي انتيا جيب لي الصحافه تشوهني، ضربني هزني بالنص. انا فاش هزني بالنص ريحت، انا فاش هزني بنص قلت انا من ادي من ضربو من اللي ضربتو ولا قصتو ولا درت لي شي حاجه راه غنولي انا يرجع لي غير هذاك الشيء. جاو الجندارم هزونا، هذاك الشيء اللي قلنا لهم هو اللي كاين، قلنا لهم لا هو سخف، هو شاف الجندارم سخف، شال البوليكلينيك دابا هزاتو بنتو بالطوموبيل وهذاك الشيء، هزوه داو البوليكلينيك. فاش تكون واحد كدا و50 ما واصلش 50 غيكون شي خمس. حنا فاش وصل الجندارم عاودنا لهم هادشي، قال لنا خويا سيروا ديروا سيرتيفيكا وهزوا هذيك الدواسه اللي عندكم وجوا باش نديروا لكم محضر ونصيفطوكم كاملين، تمشيو كاملين للمحكمه، عرفتوا عند وكيل الملك، هذاك الشيء اللي كاين. انتم جيتوا دابا هنا السبيطار على قبل العلاج والسيرتيفيكا. دابا من تضربتي انت واش كان بوحدو اولا كان مع شي حد؟ لا راه مع الخدامه، طالق علينا الخدامه. دابا الخدامه هما اللي شنقوا فيا، دابا هو بوحدو عمره ما غيخرج عندك، هو حتى كيجيب الخدامه ديالو ديك الحميه ويطلقهم عليا، شدي شادني من هنايا، شي كيهبط شي كيهزني بالنص، كيقول لهم هادو راه هذا راه ماليه والو. دابا هو عنده مثلا هاد الخدمه هذه ما خدامش ما والو؟ لا والو والو والو، كذب عليا، قال لي شوف اخويا غندير معاك واحد الحل. قلت لي شنو هاد الحل تقدر دير معايا؟ غتجي عندنا الجلسه نخرج لك طوموبيله وتولي تهز لي بنياتي ديهم يقراو وتجيبهم وتبقى مقابل لي الدار. قلت لي لا ما يمكنش، واش انا غادي نجي غادي نقابل لك بناتك نمشي نديهم يقراو ويجيو؟ قلت لي ليك دير لي شي خدمه، دير لي في كازا، شري لي شي محل في كازا، عطا الله صافي، هذاك الشيء بقى الكذب. عرفتي لي الطلب اللي طلبوه؟
تجي براسك بحال محبور بزاف 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 بزاف. ودابا المهم شنو كنطالبوا دابا؟ حنا كنطالبوا بغينا ناخذوا حقنا من عند السيد، هذا ولا كنطالبوا حنايا، ما كنطالبوا حتى شي حاجه، هذاك الشيء ديالنا بغينا ناخذوا. شحال انتم ديال الخوت؟ شي 8، كلشي كيطالب حقه. التشارة ضارب فوق من 8 المليار اللي ضارب ديال الورث. انتم حاسبين الارث شنو فيه؟ تيش دابا حنا داخلين نطاق حضاري في جمعه فضالات، واصل تمايا شي 7000 درهم المتر، حنا عندنا 4 الكتارات، ضرب انت 10000 في 3000 درهم، انت ما ديرش 7000 درهم في 3000 درهم، جات 3 المليار والصرف. هو قال لك انا ما نتوحل ما نعطيه شي حاجه. عندكم شي املاك اخرى؟ عندنا الامتاع، عندنا اراضي، عندنا اللي ما عندنا، عندنا واحد خويا، واحد خويا جاي من الصحراء قال لي 17 قطار اللي بانت عندكم، ولكن هو ما باغيش يبين لكم هذاك الشيء، راه باغي يدوز لهم هو الراس، وحنايا ما يمكنش نتاخذوا ورث مليوحي. دابا اذا كيسمع خوك شو ما عندي ما غنقول لي انا ما كراش الحبس يضربوا انايا داك الشيء دمرنا، حتى هو كان كيحط واحد الافكار ولا كيطيحوا لي في راسي انا كنت غنمشي للحبس، وكنت غنمشي للحبس غنمشي في شي حبس شي حاجه طويله، شي افكار كيطيحوا لي خايبين. وراه تمايا انا في الحبس قلت نعيط على الصحافه وغنقدر ندخل وغنقدروا نديروا شي حاجه، ولكن الا ضربتي وقتلتي فين غيديوك؟ راه غيمشي نيشان للحبس وبناتك غيبقى مليوحين في الزنقه وما كاينش غيخلص عليهم حتى الكره. تيش كارثه انا بيه هي باش قلت نعيط على الصحافه وغادي نطلع عنده فاسمع شي هادشي اللي وقع.